وايضا بعد انسحاب رقم خمسه ذيروف اند ريسنج انطلق الشوط الخامس على كاس بي بي كي بعد انسحاب دي ديستني من هذا الشوط من قبل حكم السباق اذا انطلاقه والسيطره لمصلحه باي اوف ويسبرز مع الفارس عبد الرحيم جاسم المركز الثاني هنالك يتواجد نايت وورير مع الفارس مارشالز جورز عسل في المركز الثالث فولو سوت رابعا ايكو سيستم في المركز الخامس يوان برنس في المركز السادس والمركز السابع الطور والمركز السابع هنالك ايضا رشميه اذا نعود الى الصداره والمركز الاول حتى الان مع بي اوف مع عبد الرحيم جاسم الذي تشارك اول مشاركات المركز الثاني نايت وورير باخي بشعار العنيد ريسنج والمركز الثالث هنالك ايضا تتواجد عسل بشعار العفو ريسنج فولو سوت المرشح الاولى في هذا الشوط في المركز الرابع يون برنس المرشح الثاني في المركز الرابع هنا الدخول في الخط المستقيم الان باتجاه خط النهايه لا تزال الصداره والانطلاق حتى الان متواصل مع بيفو اوف ويسبس مع عبد الرحيم جاسم بينما انطلاقتي ايضا فولو شوت مع ابراهيم نادر وايكو سيستم مع عبد الله فيصل فعلا ايها المتابعون الكرام وتخطف الصداره من قبل المرشح الاولى فولو شوت ومحاولات ايضا قائمه من قبل هنالك ايكو سيستم مع عبد الله فيصل اذا المرشح الاولى وهو المرشح الثالث فعلا في دخولنا على خط النهايه اذا ايكو سيستم من ينتزع صداره الشوط الخامس على كاس بي بي كي في دخول ثنائي قوي مع المرشحة الأولى فولو سود لكن إيكو سيكستم هو بطل الشوط الخامس